والألم لو مو ألم يخلق ندم، بس أكيد اللي يصير ما من عدم أيام آدم. كم بتاخد كم بتعطي، كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال. بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان، يسرع يا ختم العمر أحلى العمر. بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان، يسرع يا ختم العمر أحلى العمر. الدنيا دي مو دايما لأنك شي في زوال، تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان، تفقد الأمان كل الأمان. أيام ودورها أيام ودورها أيام، رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار. رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار، والقرار بين النعم والقرار كل القرار بين النعم. هلال هذا ما سهل على فكرة، وخلي بالك منه. المهم انت ايش ناوي تسوي له؟ ناوي في محاربتها يا غسان، وما بخليها ابدا وبدفعها الثمن غالي. المهم قولي انت متأكد من موعد سفرهم الليلة هي وهلال؟ طبعا متأكد، ونسخ من تذاكر السفر عندي في جيبي. طيب ممكن تعطيني هذه الأوراق؟ ممكن ممكن أعرف ليش وإيش ناوي تسوي؟ الليلة بمر عليك الساعة 10، نتعشى مع بعض وهناك بتعرف كل شيء. على الأقل هذا المكان وايد مريح، الواحد يقدر ياخذ راحته في الكلام بعيد عن المكاتب، وعلى الأقل أحس إن في حد عازمني على الغداء وبيدفع لي الفاتورة اليوم. عبد الحميد الحين أنت إيش فيك بالله عليك؟ إيش فيك؟ ملاحظة عليك هاليومين أحوالك مو عاجبتني. ومن متى يا سميرة كنت تهتمي بحالي وأحوالي؟ عبد الحميد يعني أنت الحين بعيدة عنك المشاكل اللي صارت لي، أنت معاي في كل اللي صار، عارف عن مشاكلي والصعاب اللي مريت فيها. يا أخي وجد لي العذر لما تشوفني قلقة متوترة، يعني لا تزيدني هم فوق همومي. أنا أزيدك هموم يا سميرة؟ يو يا عبد الحميد أنت يا أخي لا تأخذ الأمور معناها السطحي، تعمق في الجوهر. بعدين أنت ليش صاير هاليومين ما تحب إهلال؟ حاسة كل ما أقول عنه كلام ولا أمدحه تتحسس. عبد الحميد أنت أكبر من هذه الأمور كلها. بعدين لا تنسى إن هلال
قدر يطلعني من قضية كبيرة. والليلة راح ينقذش من قضية أكبر. أنا ما أعرف كيف صرت تفكري كذا يا سميرة. بديت أحس إنك ما تحسبي لي خطواتك صح. ولو قال لك هلال أي حاجة تصدقيه بسرعة. صرتي واثقة فيه أكثر مني. لا يا عبد الحميد لا. ما صحيح هذا الكلام. هذه هي الحقيقة وأنا وإنتي واثقين منها تماما. إيش اللي خلاش تجي مكتبي زعلانة ومعصبة غير هلال؟ من اللي يتكلم عنك غير هلال؟ من المقرب في الشركة ويتخذ أي قرار غير هلال؟ لو هلال قال لك استغني عن عبد الحميد أنا متأكد إنك ما تترددي لحظة باتخاذ القرار. لا يا عبد الحميد لا يا أخي ما لها الدرجة عاد لهذه الدرجة. أنا ما أعرف الدرجة اللي وصل فيها عندك هلال. يا أنا كنت أعتقد أن الحالة اللي أنت فيها لمجرد غيرتك من هلال، بس الظاهر أن المسألة ماخذة بعد آخر. أنا بنفسي ماني عارفته، بس اللي عارفه أني جالس أتهدد بكلام منك وبكلام من هلال. ممكن أعرف إيش اللي دار في بالك لما عرفت أن عبد العزيز موجود عندي في المكتب. يمكن ظنيت أني أتعامل معاه ضدك. أنا بصراحة أمتنع عن الإجابة على هذا السؤال، بس اللي لازم تعرفه يا عبد الحميد أن معزتك عندي كبيرة وما تزعزعني. وبعدين أنت الوحيد اللي لك الحق تتصرف في الشركة مثل ما تريد. يا أخي اعتبرني أنا موظفة عندك في الشركة وبس. بعدين أعتذر للمرة الألف، سامحني على عصبيتي الزايدة. تبقى عزيز وغالي يا عبد الحميد. على العموم أنا ما وصيك، أنا الليلة مسافرة والله أعلم إيش بيصير في سفري. فاعتبر الشركة شركتك وأوصيك على بيتي وأموالي وعيالي يا عبد الحميد. أنا ما عارفة إيش أسوي، أعيش أصعب حالاتي، أنا بين نارين يا سميرة. ما أدري أبارك لك ولا واس زوجي. أنا ما أريد أخسرك وما أريد أخسر عبد العزيز في نفس الوقت. وطلب مني إني أقطع علاقتي معك علشان يواصل رفع القضايا واحدة بعد الثانية. قول لي إيش أسوي يا سميرة؟ أنا بجن، بجن يا سميرة. صدقيني يا حبيبتي أنا عارفة الحالة اللي أنت تعيشين فيها. إيه نعم مقدرتها، والله مقدرتها يا إيمان. شو تسوي بعد؟ ترى هذا نصيبك من الدنيا. لا 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 تطمني ما راح أزعل منك. ليش أزعل؟ أنت صديقتي مهما كان. لا والله أنا عارفة الحقيقة، عارفة حقيقة مشاعرك من ناحيتي. بس عاد تبي نصيحتي، بيتك وزوجك أولى بيكي مني. نينا لا أنت بتبقين إيمان العزيزة والغالية على قلبي. طمنتي الحين؟ بس أنا ما قادرة أصدق أنه ممكن نفترق بعد ما رجعنا من جديد يا سميرة. بس التلفون ما يغنيني عن شوفتك والجلوس معك. كيف ما يشيلهم أولادك وأنا أعتبرهم أولادي؟ أنت صاير أصعب من عبد العزيز يا سميرة، أصعب من عبد العزيز. لا أنا ما عارفة إيش أسوي. حتى كلام بالتليفون ما أريدك تكلميها، يعني علاقتك معها تنتهي من جذورها. أنت ليش ما تفهمي؟ اسمعي الكلام. Thank you.
عثمان سامحيني. ألو مساء الخير. نعم إيه هذا أنا مرة ثانية. لحظة لا تسكرين، طبعا عرفتك زين، أنتي صفية زوجة عبد العزيز. حبيبتي أنتي ما راح تخسرين شيء صدقيني، أنا عارفة أنك بدين تعانين من صحار، أنتي بس لو تعطيني فرصة أتكلم معك وأفهمك بالموضوع. لا 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 تخافين، أنا مستعدة أوقف معك للنهاية. خلاص طمنتي، خلاص وهو كذلك. هاي ال سامحيني. ألف مبروك يا مدام على القضية اللي كسبتيها اليوم، والبركة في محاميك الشاطر. على فكرة أنا جيت أودعك اليوم علشان أقول لك أن الصراع اللي بيننا بعد ما انتهى، ومسيرنا إن شاء الله نلتقي مرة ثانية. سفرة سعيدة موفقة إن شاء الله. وتأكدي يا مدام أني أنا وغسان رايحين نستقبلك بالورود والياسمين لما ترجعين بالسلامة إن شاء الله، مثل ما جينا نودعك. مشكور يا أستاذ عبد العزيز مشكور، وما كان في داعي تعذب نفسك وتقي في هذا الوقت المتأخر. لا 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 إيش هالكلام يا هلال، الله يديك. أنا مستعد أجي للأستاذة سميرة إن شاء الله الفجر قبل لا تصحى الطيور، وأنا عندي عزم من أرملة المرحومة أخوي. ما أعتقد. المهم يا أستاذ عبد العزيز، إذا كنت تريد تقول شيء أو حاس إنك ممكن تقوله فتأكد إن لما نرجع بنسمعك، بس الحين الوقت متأخر ونخاف تأخر عن الطائرة. وانت يا أستاذ غسان ما عندك شيء تقوله؟ لا أبدا يا أستاذة سميرة، أنا أكتفي باللقاء للأستاذ عبد العزيز. لو سمحتوا بغيت نسخة من أرقام مقاعدكم في الطائرة علشان بس أثبت في المحكمة أنكم سافرتوا في هذا اليوم. لا 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 ما في داعي يا غسان، ما في داعي، كفاية صورة من تذاكر السفر بالإضافة إلى التقارير الطبية السابقة اللي أنت تعرفها زين. أعتقد أنهم ينادوكم لو ما كنت غلطان. ألو، أيوة مين؟ غسان؟ أيوة نايمة، يعني إيش تريدني أسوي في هذا الوقت؟ اتصلت فيك كثير، وأنت تلفونك دايما تعذر، ولا مرة سألت عني. معقولك اليوم تروح البلد؟
ايش اسوي بعد؟ مشاكل اهلي ما تخلص، مشاكل ماديه. لا تشغلي بالك انت بالموضوع، انا ما اريد اسهرك كثير، بكره عندك دوام. حبيت اقول لك اني اشتقت اسمع صوتك، واتمنى ان شاء الله بكره اشوفك في الشركه لما اجي. طيب خلي بالك على نفسك، تصبحي على خير، مع السلامه. أظن إنك سمعتني إيش اللي قلته يا مرشد، ولا تريد إني أعيد لك السالفة مرة ثانية؟ سمعتك يا ذكية سمعتك، لكن ما قلتي لي ليش تبغي مفاتيح الدكان؟ صح أمي، ليش تريد مفاتيح الدكان؟ علشان أخلي العامل الوافد مكانك. إيش؟ أشوفك أنت مشغول كثير، وأمورك الخاصة ماخذة كل وقتك، وأشوف إن الدكان ما ماشي مثل الأول، قلت أخليك تتفرغ لأمورك الخاصة وأخلي العامل الوافد مكانك. لا يا زكية لا، ما هو هذا السبب، لكن السبب الحقيقي إنك تشكي في نزاهتي وأمانتي وتسرقيني في أموالك. أنا لا سرقك ولا عندي خبر، أنا أبغي أساعدك علشان ما تكون مشغول أكثر من اللازم. صحيح، خير ان تعمل شر ان تلقى. بسيطة يا زكية بسيطة، خذي هذه مفاتيحك وما يلك شيء عندي بعد هذا اليوم، وشوفي عاد من يمشيك بقية امورك. صبر عمي، لا تخرج، صبر شوية. ليش سويتك ذاك يا أمي؟ ليش؟ هذا قزات عمي مرشد، إنه واقف معنا في كل شيء، آخرتها تقوم تسرقيه وتأخذ منه مفاتيح الدكان. أنا لا سرقته ولا شيء، لكن قاسة أشوف البيع في الدكان ما مثل الأول. يعني تسرقيه وتتهميه بعدم الأمانة؟ وعمش مرشد من متى كان أمين ولا كان صادق؟ يا بنتي أنت ما تعرفيه زين. حرام عليش، حرام عليش يا أمي اللي جالسة تقولي عن عمي، انت الحين جالسة تخربي علي كل شيء اللي جالسة اسويه علشاني. ايه قولي كذاك، فزعانة عن يطير رزقش؟ لا يا حبيبتي لا، موضوعش من غسان انا اللي بتكفل به، انت بنتي انا ما بنت مرشد. حرام انك تتجاهلي كل شيء جالسة اسويه علشاننا. ايه بنية، ما كل ساعة تجيبي في هذه السيرة، انا وحدي ما فيني بارض حالش. انت هاي لازم تعرف شغلك كل يوم، ما لازم اعلمك انا. عمي مرشد، عمي مرشد، تعالي يا فاطمه يا بنتي هنا تعالي. خير يا بنتي؟ ايش اللي جابك؟ صار شيء لا سمح الله؟ لا ما صار شيء يا عمي، بس أنا جيت أقول لك لا تزعل من أمي، تراها ما تقصد شيء. سامحيني يا فاطمة يا بنتي، سامحيني، سامحيني، أقول لك إن أمك تقصد وتقصد، كانت من زمان تلمح بهذا الكلام.
والضرابة قدامك تصير كل يوم. كل يوم شكوك فيني، أنا بالنفس تعبت من هالشكوك هذا وتعبت من كلامها. ما علي يا عمي، تحمل شوية على الأقل علشاني أنا. وأنا إيش اللي مصبرني غيرك أنت يا فاطمة؟ أنت بنت الوحيدة في هذه الدنيا. صحيح أنا ما عندي أولاد، لكن أنت بنتي يا فاطمة، بنتي. وأنت أبوي، لأني ما شفت أبوي، شفتك أنت قدامي. ما أريدك يا فاطمة تظني أني أنا زعلان على أمك، لا. لا يا عمي، أنت زعلان لأن كلام أمي كان جارح وقاسي، وعزت نفسك ما تسمح لك أنك تأخذ من أمي مفاتيح الدكان مرة ثانية، وأنا أعرفك زين. وهي عاد ما جاية تعطيني إياه أهل البق. علشان كذا أنا جيت أعرض عليك التوكيل. أي توكيل؟ التوكيل اللي طلبته مني علشان تشتغل في أموالي، والفائدة حالك وحدك وكلها بعد، بس أنا أريد أموالي مثل ما هي، وهذا الموضوع بيني وبينك، ما أبغى أمي تعرف عنه، وأنا مستعدة حتى الحين أروح معاك المحكمة. لا 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 يا فاطمة، لا يا بنتي، لا لا، أنا متفق معك بعد ما يجي غسان ويخطبك منه في البيت ويجيب حد من أهله. لا 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 لا، المسألة ما تفرق عندي يا عمي، الحين ولا بعدين، أنا ما أقدر أشوفك كذا جالس بدون شغل. زين، وما تخافي على فلوسك مني؟ تريدني أسوي مثل أمي وأقول إنك تريد تسرقني؟ حاشاك يا عمي، حاشاك. ها، إيش قلت؟ متى نروح نسوي التوكيل؟ عمتي زكية، جيت أخبرك يا عمتي. خبرني عن إيش مطر؟ يلا سمعك خلق. لحد الحين ما عرفت إيش غسان يريد من عمي مرشد. بعدك ما منتو، أحسب عندك سالفة، لكن ما منك، مني أنا اللي أطلب شيء منك أنت. ها عمتي، أطلب منك شيء ثاني بعد؟ مشكور مشكور، ما قصرت يا الغالي ولد الغالي. غيب غابت عينك، سيشوف عمك مرشد هينته وقاس يدور. سر سر دورة. وابوي وهين المرور عنه؟ سلامات 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 سلامات. ما قلت لي يا ولدي كيف ماشي امورك مع زوجتك؟ الحمد لله يا عمي. يعني مرتاح مع بنت عمك ولا انك يعني؟ ها، ولا اني ايش يعني؟ يمكن في يوم من الايام تطلقها لانها اكبر منك. سلمى قالت لك شيء يا عمي؟ سلمى حتى لو ما قالت لي، لكن عيونها وروحها وقلبها يقولوا لي كل شيء عنها. عقب اكيد هي طلبت منك انك تكلمني في موضوع طلاقها. صدقني يا ولدي سلمى ما قالت لي شيء، لكني انا خايف عليها، خايف انك في يوم من الايام تطلقها، وانت تعرف اني انا رجال شيبه وانتظر الموت في اي لحظه. ما باغي اودر الدنيا يا ولدي واخلي بنتي وحدها. من حقك اللي تفكر فيه يا عمي، بس لا تخاف، طمن، طلاق ما راح اطلقها ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا خميس؟ الحمد لله بخير. باين عليكم مشغولين شوية. زين، ما بأخركم. يا رب. ماله ماله، حياك الله حياك الله. فهمت الخطة زين ولا عيد مرة ثانية؟ فهمت، ما في داعي تعيد. ما شاء الله عليك، يعجبني ذكائك وعقلك. صحيح انك حرمة كاملة والكمال لله سبحانه وتعالى،
عاد اريد اسمع اخبار طيبه هذه الايام عنك. زين انت ما تهمك الا نفسك، اذا نجحت الخطه انت المستفيد، واذا ما نجحت بكون انا الضحيه وانت المستفيد. على كل حال يا مرشد، الليله انا بنفذ الخطه، بس خليك على اتفاقنا. وانا عندي شيء اهم من اتفاقنا يا بنت خميس. انا لازم اروح الحين، وانا بسير السوق بعد وما اشوفك الا وحسان مطلقنك. يلا في مالها. أنا جاي أدور على عمي مرشد. عمي مرشد؟ وأنت شفته يجي هنا؟ أيوة شفته، وشفت بعد، شفت بعد. وش شفت بعد؟ لا ما أقول لك، لا. وش شفت قلت لي؟ لا ما أقول لك، أنا أسبحي. مطر، أرجوك يا مطر لا تخبر حد إنك شفتني هنا، وأنا بعطيك اللي تريد. ولا يهمك، بس بس ايش؟ بس بشرط. وايش من شروط؟ اباك تخطبيني فاطمة بنت عمي مرشد. فاطمة يا فاطمة تعال بطليني. سلمى تعال بطليني. الحين أنا إيش مستفيد من عبد العزيز؟ ولا شيء، ولا شيء إطلاقا. حتى ماديا أنا ما مستفيد منه، بس جالس أضيع وقتي معاه. لو وافقت سميرة على طلبها وقعت لها على التنازل اللي هي تريده، أنا كان اليوم عندي فلوس وقادر أشتغل في المقاولات. يا ريتني وافقت، يا ريت، يا يا. أنا أحيانا أتصرف بخباء. علاقتي مع عبد العزيز ما من وراها فايدة أبدا. أنا لازم أوضع حد لهذا. والحين أبدأ عملي. لا لا لا، حصل خير إن شاء الله ولا يهمك. مع السلامة. يلا مع السلامة. أكيد هذه منى. إيه أكيد هذه منى. تتصل فيها عشان تعتذر على اللي صار، تريدني بكرة أمر عليها. غريبة هذه الإنسانة. صدق يا سعد على غرابتها، بس تخليني أتمسك فيها كثير. عارفك إيش اللي بتقول، إني أنا شغال عند أمها سايق في الشركة، بس هذا ما يمنع أني أعقب وأتزوج مثل ما قلت لك من الأول. والحين وش ناوي تسوي؟ ايش ناوي اسوي؟ اصارحها باللي في مشاعري. وغيابك سلوم وظيفه افطارت. كيفكم؟ يا شباب.
والله زمان يا مين يا رجال. ولا يهمك، هذه الايام بنعوض كل اللي فات، ولا يهمك. بس اقول لك فيصل، خلنا نروح اقرب محل. يلا شباب بنرجع لكم. ها اخله، وتعرف اللي بداخلي يا فوز. وايش يا ترى اللي بداخلك يا اخي؟ اللي بداخلي اشياء كثيره كثيره جدا. اسمعك، يمكن خايفه لا احد يشوفنا مع بعض، كيف يصير موقف بعدين، خاصه قدام اهلي. انت خايفه وانا معاكي؟ شوفي اقول لك اياها، طالما انا معاكي ما تخافي من شيء ابدا. ان شاء الله. أقول أنا لازم أرجع الشغل الحين. الحين؟ أيوة. تو الناس؟ لا تأخرت، لازم أرجع. طيب وأنا بعد لازم أشوف عبد الحميد. شوفي هذه اللوحة، وهي تعبر لك عن بعض المشاعر. الله، حلوة كثير اللوحة يا غسان، حلوة واجد. صحيح؟ صحيح. تسلم ايدك يا يا ايش؟ كملي. تفضل. شكرا. كمل يا غسان. أنا ما أريد أستطرد في الكلام يا أستاذ عبد الحميد، إن الحكاية بأكملها أنت تعرفها زين. لا أريدك تعرفها يا أستاذ عبد الحميد، إن الظروف والمشاكل اللي صارت أنا ما لي ذنب فيها. لو سمحت يا غسان، إذا عندك كلام ثاني غير هذا تفضل قوله، وإذا ما عندك اسمعني. لا عندي يا أستاذ عبد الحميد، واللي بغيت أقوله أني جاي طالب مساعدتك في أنك ترجعني الشركة أشتغل فيها من جديد، بغض النظر عن كل الأحداث اللي صارت. أنت تعرف أني أنا ما أقدر أرجعك بالشركة إلا بموافقة صاحبة الشركة، وأنت متأكد أن صاحبة الشركة ما تريدك أبداً، فما في داعي انك تحاول في هذا الموضوع. انا انصحك انك تبحث لك عن وظيفة ثانية بعيد عن هذه الشركة. معنى كلامك انه الامل مفقود، يعني ما في داعي اني ابقى هنا. عن اذنك، أنت ما سألتني ليش أنا كنت أريدك، ولا ما عاد يهمك تعرف هذا الشيء بعد؟ لا أبدا، أنا آسف نسيت. تفضل أسمعك. يا ريت يا غسان أنك ترجع السيارة اللي معاك، لأن الشركة بحاجة لهذه السيارة. لما ترجع صاحبة الشركة خليها هي اللي تطلب مني هذا الشيء. أنت سلمتني السيارة بأمر منها، وأرجعها منك بأمر منها. أنا آسف، ما أرجع السيارة إلا لما ترجع سميرة وهي اللي تطلب مني هذا الشيء. أنت نسيت أنها كانت زوجتي؟
لأن الطفل في الطريق ولا إيش؟ أنا ذيك. انت في حد قايل لك ان احنا فاتحين مطعم في هذه الشركة؟ يا اخي موضوعك مع سميرة انتهى، فلا تجلس تتردد علينا كل شوية. يا اخي احنا ما فاضيين لك ولا سوالفك. ايش فيك يا عبد الحميد؟ اشوفك كانك زعلان كثير اليوم. يعني عمره ما كان اسلوبك هذا في الكلام معي ولا حتى مع غيري. بس انا ادرك وما بسالك عن السبب، بس لازم تعرف انه اسمعني يا عبد العزيز، خليني ابلغك رساله اخيره وبعدها اعذرني لو يبدر مني اي شيء. سميره أتبلغك إنها ما تريد تشوفك في هذه الشركة أبداً بما فيهم مكتبي هذا، وإلا اسمعني زين يا عبد الحميد، ما أنا اللي أتهدد منك أو من سميرة. الظاهر إن التفاهم معكم ما راح يجيب نتيجة، بس المحاكم هي أفضل الطرق للتفاهم معكم. انت نسيت انها كانت زوجتي وبين الطفل في الطريق ولا ايش؟ انت نسيت انها كانت زوجتي وبين الطفل في الطريق ولا ايش؟ لا ما نسيت، ما نسيت، ما نسيت. لكن يا ريت لو نسيت. يا ريت. خلاص سالم، ما أقدر أمشي أكثر من كذا، تعبت، أحس كأن روحي بتطلع. بس الجو جميل وأكثر من رائع، الظاهر أنت ما عندك لياقة. أنا آسف لأكون غلط في شيء. يعني من وين بتجيني لياقة وأنا محبوسة في البيت؟ ها والله بصراحة أنت اللي حابسة نفسك، لو كنت تطلعي كل يوم وتشمي هواء بيكون حالك أحسن من كذا أكثر. عموما شكرا عشان طلعتني اليوم بعد من البيت. لا شكرا على وقف، راني أدي وقفي في العمل، وزي ما تعرفي الأستاذة سميرة مفرغتني حالك عشان أكون معاك في مشاويرك. وبس؟ ها؟ أيوة بس. أنا بعد ما صدقت أني أشوف إنسان ممكن أتكلم معه، إنسان أوثق فيه. تعرف نفسي أتكلم اليوم وأقول لك كل اللي في داخلي. وأنا بعد. أنت إيش؟ هلو يس مدام مان، nobody at home except me. They're both out. Yeah, separate. How can I help you? Okay. Okay then. All right. Bye. مساكم الله بالخير. الله احنا مجتمعين اليوم علشان نخبر الجميع ان شاء الله بعد بكره عندنا طنش، ما
والحاضر منكم يسمع الغايب. وأول ما نبدأ بمزرعة الشاي بهاشل الساعة 7:30، والفلوس تكون جاهزة ما شيدين، وكل واحد منكم يخبر جماعته وأحسنتوا. ما دام انك ذاك يا ولدي عقب، احنا لازم نستطني كمين نخلة ويلا عاد بالفايدة. والفلوس من وين نجيب الفلوس يا الوالدة؟ والدلال حمود يقول لازم كل واحد فلوسه تكون حاضرات، يعني ما يقبلوا بالدين. اه ومن قال لك ان احنا بنتدين؟ بكرة الصبح ان شاء الله الفلوس تكون عندك. عاد انت دير بالك زين زين، وخلي عمك خميس يساعدك ويشوف لك الخرايف الزينة. وانت يا حارب؟ انا تحت امرك، انت تأمر وحنا ننفذ، بس على حقوقنا يا مرشد. وانا قصرت معكم شيء؟ ما اخذت حقوقكم كلها؟ حاشا لله انت ما تقصر، امرنا وحنا نسمعك. اظن انتم سمعتوا طارش الدلال حمود ايش قال. وانا السنة هاي تراني يا جماعة اريد اسطن النخيل كلها، خاصة الخرايف الزينة مثل الخنيزي والاخلاص والزبد والجبري. ولو اني اظن الجماعة ما بيخلوني استطن الوحد، اعرفهم خاصة الناس اللي ما يحبوني. بس احنا كيف نقدر نقنع الناس هذا انهم يوافقوا؟ السالفة ما كذاك يا درويش، انا اريدكم تستطنوا الاحساس، يعني تدخلوا مزايدة مع الجماعة وانا اللي بدفع فلوس. انا اقول والله فيكم، انا اعطيك الواحد منكم مبلغ الدفع للدلال حمود وهو يكتب على طول، وفي النهاية الطنا كله يرجع لي وانتو تاخذوا حقوقكم. ايش بعد تبغون؟ هذه المسألة سهلة، باقر الساعة 7:30 بتحصلني بمزرعة هاشل. لا 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 لا، انت اول شدوا عندي هنا عشان تاخذ الفلوس وبعدين تروح لمزرعة الشايب هاشل. وسمعوني، ما اريد اي مخلوق ياخذ نخلة من النخيل، انتوا فاهمين؟ فاهمين؟ لا يهمك. بس ها، هاي سالفة بيني وبينكم، ما ابغى حد يعرف عنها شيء. زين؟ ان شاء الله ان شاء الله. خلي يلا فكوا الحين. ان شاء الله. يلا. يلا حياكم. تعرف يا أستاذ عبد العزيز، أنك أنت ما خسرت شيء في قضيتك مع سميرة. ممكن تشرح لي كيف يا عبقري زمانك؟ أنت كنت داخل على طمع، لكن القانون كشفك، وبالتالي الشيء الوحيد اللي راح تحصل عليه هو حقك الشرعي من ميراث الوالدة. بس لو جيت للحقيقة والصراحة، أنا اللي خسران في قضيتك هذه. ممكن تشرح لي أكثر علشان أستوعب وأفهم؟ يا أستاذ العزيز، سميرة عرضت علي مبلغ جيد علشان نسوي الموضوع اللي بيننا بدون مشاكل. لكن بأفكارك أنت خليتني أرفض. بس لا تنسى أنه سميرة معاها الحين هلال، وهلال إنسان ذكي بصراحة أذكى مني ومنك. يعني انت ممكن تفهمني ايش هي الخلاصة اللي تريد توصلها بالضبط؟ الخلاصة يا استاذ عبد العزيز، ان وجودي معك ما منه فايدة. انا واثق من شيء واحد، ان انت لو حققت اللي تريده رايح تغدر بي. انا في البداية استهوتني اللعبة علشان اعوض خسارتي واكسب، لكني ما استفدت شيء، لان للاسف استنتاجي جامد أخ. الحين أنا عرفت وتأكدت أنت إيش ناوي تسوي بالضبط يا أستاذ. ما دام عرفت وتأكدت يا أستاذ عبد العزيز، إذن كل واحد فينا في طريق. وتأكد أنا وأنت لا يمكن نمشي في طريق واحد أبدا. يعني
صارت الساعة 9 وما حسينا بالوقت. ترى الأوقات الحلوة دايما تخلص، وأتمنى أنه الوقت ما يخلص ولا ثانية واحدة. ما قلت لي إيش رأيك في قصتي؟ والله بصراحة اللي يسمع قصتك ما يصدقها. ليش؟ لأنه باين عليها مثل قصص الأفلام والمسلسلات. اسمعني يا سالم، أنا ما أريد أي مخلوق يعرف عن قصتي أو قصة زواج أمي وغسان، أنت فاهم؟ يعني أنا لما تكلمت معك أنا وثقت فيك، لأني فعلا فعلا كنت محتاجة لإنسان اللي أتكلم معاه وأفضفض وأشكي له همي، أنت فاهم؟ أنا فاهم ولا يهمك ولا يهمك، اعتبريني كأني ما سمعت شيء. بس ممكن أطلب طلب؟ تفضل. ممكن ننسى الماضي؟ ممكن نعيش الحاضر والأيام الحلوة؟ ممكن؟ أنا وعدك أوعدك أني أحاول، بس أنت خليك معي. تأكد أني راح أكون معاك على طول. طيب أنا بكرة بكلم أستاذ عبد الحميد على أساس يغير لك وظيفتك. ليش يعني سمونة؟ تستعري مني لأني سايق؟ لا بس أنت عندك مؤهل دراسي، يعني مخلص ثانوية وحقك يكون عندك وظيفة. ظروف يعني سمونة، والحاجة اللي خلتني كذا. الظروف هذه كلها لازم تتغير. ما أعرف إيش أقول لك. أنت لا تقول أي شيء ولا تسوي شيء، خلني أنا أسوي كل شيء. لو يوم من عمرك وعشت في سن، أو يوم شفتك تعالي السهل، لو يوم عمرك عشت في سن، أو يوم شفتك قلت تعالي السهل. انت صورة ما رسمها قلبي بكلام، انت صورة ما رسمها قلبي بكلام. مثل هالأيام رسمها ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، تبقى في نفس المكان تفقد الأمان كل الأمان، وتعيش في دوامة ندم أو في العدم. لو